هي اللي عندكم هنايا يعني فوقاش هي مش مديوله واش البني ولا نعم البني ما قدرتش نقول لك راه فيها كنت فاضل ما خلقت نعم يعني اكثر من 100 عام يكون اين 100 ودي اين 100 على الاقل واحد 200 سنه نعم اضعف ايمان اضعف ايمان 200 سنه وهذه المعلمه اللي عندكم هنايا يعني كانت واحد الوقت كيدرس فيها القران على ما اظن اييه كيدرس فيها القران إيه. نعم انا بيدي هنا نقرا القران 60 حزب قران حتى هنا نعم تخرجوا علماء اييه هذا واحد نعم هذاك لك شوف هذا اللي من هنا هذا اسمه المختار نعم هذا المختار وخالد الصديق خالد الصديق هذا اللي حفروه دابا هو الصديق اي هو الصديق نعم المختار هو هذا نعم وهذا باباهم سيدي محمد سيدي محمد بن علي نعم اييه كاين واحد سيدي محمد اخر بابا هذا عاد بن علي بن علي هو الثالث نعم محمد بن محمد بن علي المختار نعم نعم هذا المختار ولد هذا ولد هذا اسمه نعم الصديق ولد هذا ولد هذا ولد محمد ولد محمد نعم اذا هذا وهذا راهم خوت زيد عليهم هذاك السيد الحسن اللي حفره نعم خاهم شقوق هذا شقه يمهم هي رحمه كبيره مرات المرأة الزوجه ديال سيدي محمد عندنا واحد جوله استطلاعيه داخل منزل يعني الشرفاء الغيلانيين حسب اللي كيبان عندنا هنايا مبني على ما اظن وقيله 1600 شي حاجه كتبان لي تما ولا اكثر وقيله هذا باش تعاود البني ديالو 1612 بحال هذا حتى البناء ديالو يعني بطريقه تاريخيه نعم فهمتيني شاد على هذا نعم ندير واحد التعريف بهذا البناء هذا بدا تعريفه بهذا القصر هذا اللي كنهضروا عليه نعم كيقراو فيه كيطيبوا اسمع على مسار اخي انا اللي كنشوف البناء هذو الكشينه ديال تربيت السيد المختار نعم هنا كتسكن السكنه ديال السيد المختار هنايا اييه هنايا هنا الوالد ديالي بالضربه راسك يسحلها يا حسرة كانوا كيعملوا الكامات دخل دخل ضوي انا غنضوي لك كيعملوا لك الكامات غير ديال السرير السرير كامات ديال السرير السرير هذا بناء قديم هذا البناء ديال كانوا السرير ولا كانت شي حاجه كيخبعوها هذاك تحت السرير كتسميوها مخزن مخزين هنا ملي كانوا كينوضوا ملي كان في الفجر وداك الشيء كانوا كيجيو يتوضا هنايا المجرى المجرى كان كيتوضا باش كيصلي حيت تما حيت كانت الشتاء والبرد وداك الشيء كان هنا كي هادي وتما كيحطوا الضويوي ديالو وكيعلقوا اللمبات انتينا شفتيها هذا بناء تاريخي هذا الخرمود رغم ان داك الشيء طال النسيان حتى البني اللي كيبان البني تاريخي عندهم هنايا بحال كوزينه بحال كوزينه الشيء اللي كنشوفوا الكوزينه كانوا كيطيبوا هنايا معنا لاراش أنفو في هذه الجوله داخل القصر ديال الشرفاء الغيلانيين بن كيسان هذا احد المنازل لكن اذا سقط هنا يساوي قد هم لا باقي هذا غادي ندخل نشوف البيوت اللي كانوا كينعسوا فيهم الطلبه والمسائل عندي واحد الطليعه نروح نطلع ان شاء الله شوفوا الزليجات الزليجات بدا تاريخي بدا هذا السطح الاولاني نظن السطح الثاني زوال ديك السكين اللي فيهم ما تمني عاشور كيعمر كراهي نحطو مزيان وهادو هادو ديك الحوايج اللي كانوا كيجيبوا الناس نعم هذا يعني البيوت ديال الطلبه اللي كانوا كيقراو لهنا كانوا كيقراو فباقي طلع الفوق عاود تشوف كانوا هنايا الطلبه كينعسوا هنايا هادو ديك المخايد اللي كانوا كيتوسدوا قدامين كلشي بقى هنايا وديك الهدايا اللي كانوا كيجيبوا الناس الهدايا اللي كانوا كيجيبوا الناس شي واحد نعم لا يعني واحد البني معلمة تاريخية أنا كنشوفو حتى
البويزات هنا البويزات هنا ايام زمان كان القلعه تاريخ نقرضوا هاد الصنادق لا واقيلا بحال شي كوزينه هنايا واقيلا هادي هادي تما بحال الطواليط هادي هذاك تما طواليط طواليط وتشا طواليط ويجني كانوا كيجيبوا لك الناس كانوا يعني مثلا شي واحد كيقول لك انا نحيد عليا التابعه اولا وهي ديك المعتقد معتقدات ديك المعتقدات ديال المعالم التاريخيه ديال الاجداد ديالنا شتي باقا نوريك عاود ديك الصاله اللي تحت اللي كانوا كيغسوا فيهم تما كانوا تما قبة النحاس داوهم عاود شتي هادوك راه هما نعم قبة ديال النحاس كانوا كبارين هيدا فحال الهلال نعم قبة راه ديكور ديال حاولوا قوة الله بالله جاش كيشوف انت كتشوف مع الطبيعة لا صافي خلي بخا هادشي تقريبا كيشبهوا البعض ديال تما الصوبه قدامي نجي تشوف هاد الصوبه اللي كانوا كيدرسوا هنايا القران شفتي شوف لا شوف القران اللي كان هنا شوف الكتب كتب القدام اللي كانوا كيقراو فيهم الاجداد ديالنا العلم والمعرفه ها هنايا راه سمحوا في كتب هنايا شوف هادو محمد فين هو محمد شوف هاد هذا برديات قدامين هادو قدامين هنايا وثائق هنايا تجبر تقدر تجبر الوثائق هنايا ديال هانتي شوف شوف الكتابه اللي كانوا كيكتبوا شوف الشعر وشوف كلشي اللي كانوا كيقراو هنا كيقراو العلم شتي القران وجعلوك الوالي فوق الوداد ينشركم قد عوضون شتي كلشي كلشي هنا شوف 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 شتي داكشي مكتوب غير بالمداد مكتوب بالسماق بكري كانوا يعني هذوك خصهم هذوك خصهم يتحطوا في المتحف يعني هذوك خصهم ما يبقاوش هنا شتي غادي نعم هانتي لا تقدر تجبر وثائق هنايا وتقدر تجبر بزاف ديال الحاجات هنايا اللي كيدلوا على كانت معكم لاراش أنفو من قصر الغيلانيين بن كيسان في هذه الجولة هذه اللي خدناها معكم يعني كينزل لي جاب يعني واحد الشيء تاريخي اللي كاين في القصر هذا دمتم في رعاية الله